ربما يوافقني السي سليمان باللي اللي يروح يمثلوا رئيس الجمهوريه يحضروا جلسات الافتتاح ويروح يروحوا ما يحضروش المناقشات ما عندهمش الحق من ناحيه الملتقيات الدوليه. هذا قانون، هذا قانون الملتقيات الدوليه. ما يخرجوهم من المجتمعات يحضروا تحكمش على مصداقيه المؤسسه الدوليه. وراك تتكلم مع واحد مهتم بالعلاقات الدوليه وراني عارف واش كاين. سي عبد الحميد، سي عبد الحميد، لا 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 في نقاش مفتوح. خطير. لا لا خلاص يحضروا يحضروا الافتتاح ما نترفى بها دوليا. خسرنا خسرنا وضحوك. هذا الخطاب، هذا الخطاب تشاؤمي. ضحكوا علينا الناس، هذا الناس تشاؤمي مرفوض. هذا ضحكوا علينا، ماشي تشاؤمي، هذا في الواقع. راهو الواقع هذا، هذا الواقع، هذا الواقع، الواقع. خلى الناس وصلنا الى دولة قائمة بمؤسستها. هذو يريدون تدمير الدولة، لا لا يريدون تدمير الدولة بتمييعها. هذا الخطاب تشاؤمي مرفوض. ميعوها، اختزلوها في كادر، اختزلوا الدولة في كادر وجيبوا هنا يقدموه لنا، ميعونا امام الخطاب. خلينا نعرفوا في الجزائر الان بعد الحراك، الجزائري الان بعد الحراك صار يقول لك يجيب الخارج يقول جوسي الجزائري بعد الحراك، بعد ما كان يسد خطير جدا، بعد ما كان يسد حيقول على الجزائر خطير. الان انا مش خطير، تتهم الدوله، هذا واقع. تتهم انتم دمرتوا الدوله، دمرتم الدوله، شوف دمرتم الدوله، اهنتم الجزائريين، تتهم الجزائريين في الموظفين المخلصين، في تجيبوا له كادر، تجيبوا له كادر، كيفاش تقدموا له كادر؟ هذا يكرموا كادر بكادر. فاتح الوقت، فاتح الوقت. هذا الخطاب لا يؤدي، لا يؤدي الى الحل. هذا الخطاب تشاؤمي، هذا لا يؤدي الى الحل. وصلتمونا اليه، هذا الخطاب تحريضي، هذا وصلتمونا اليه، هذا الخطاب التحريضي، مش تحريضي. هذا الواقع البائس، انتم خايفين من الحقيقه. الواقع البائس، انا اهدر على الناس كلها، الواقع البائس، خايفين من الحقيقه. الحقيقه كشفكم الشعب، الشفافيه يعني يسلكم ارحلوا، والله العظيم الشارع يقول تروحوا. شكون تشكون؟ تروحوا الشارع. يا استاذ عبد الحميد، يا استاذ عبد الحميد، خلينا نسيروا روحوا فاصل. تشكون انت يا استاذ عبد الغني؟ رجاء 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 استاذ عبد الحميد، يا استاذ عبد الحميد، استاذ عبد الحميد، ربي يا استاذ عبد الحميد، سي عفيف عبد الحميد، سي عفيف، يا استاذ عبد الغني، استاذ عبد الغني، حتى نبقى حتى لا رجاء رجاء والا نروحوا فاصل. والا نروحوا فاصل، والا نروحوا فاصل. يا استاذ عبد الغني رجاء رجاء بلال بلال بلال. اذا مشاهدينا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه وختام هذا النقاش المفتوح. نلتقي في يا يا نروحوا يا نروحوا نختموا استاذ عبد الحميد. رجاء رجاء خليني سير بلاطو. رجاء رجاء دقيقه 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 استاذ عبد الغني. احنا نقاش، لا نقاش، نقاش مختلف. رجاء 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 والا نروح نختم النقاش. خلاص راح نختم، راح نختم. خلي خلي نخليك خليني استاذ عبد الحميد. يا استاذ عبد الحميد سعدي، مشاهدينا نضطر الى ان نختم، نلتقي في مواعيد اخرى ان شاء الله. شكرا على حسن المتابعه والاشتراك، السلام عليكم.